لا حديث في أم الدنيا إلا عن التشكيل الوزاري الجديد، مين مشي ومين قاعد ومين جه فين. لكن الواضح إن مشكلتنا وأزمتنا في البلد مش في مجرد تغيير أشخاص، يعني مش إن السيد وزير المالية يعين لنا المستشار بتاعه، ولا إنهم يجيبوا وزير للتعليم لمجرد إنه عنده مجموعة مدارس وإنه حفيد المشير أحمد إسماعيل اللي كان وزير الدفاع في حرب أكتوبر، ولا حتى يجيب لنا وزير زراعة كان خريج تجارة وكان مدير لبنك. إحنا مشكلتنا ليست في الأشخاص بقدر ما هي مشكلة في السياسات. فيما يبدو بهذا التشكيل الجديد واختيار أشخاص بعيدين عن المجالات، يعني إنك جايب وزير تعليم كل علاقته بالعمليات التعليمية إنه عنده مدرسة اسمها مدارس، مجموعة مدارس اسمها نرمين إسماعيل، ونرمين إسماعيل دي اللي هي بنت وزير الدفاع السابق، والراجل عنده مدرسة خاصة المشير أحمد إسماعيل، والراجل عنده مدرسة خاصة. احنا بنطالب بإلغاء المدارس الخاصة أو إلغاء تغول المدارس الخاصة، تروح تجيب لنا واحد صاحب مدارس خاصة تمسكه ملف التعليم. ده بيقول لك إن احنا داخلين على أزمة في التعليم. عندنا مشكلة في الزراعة، بدل ما تجيب حد خريج زراعة حد فاهم يعني ايه محاصيله يعني ايه زراعات، جايب واحد كل الكارير بتاعه وكل خبرته في مجال البنوك والمعاملات المالية، وحاصل مش عارف على بكالوريوس أعمال مالية واسمه علاء فاروق. عندنا مشكلة في ملف الصناعة، بدل ما تجيب حد يمسك الملف والوزارة، تقوم تدمج وزارة الصناعة مع وزارة النقل مع وزارة مش عارف الطاقة مع القطاع العام مع، وتعمل لخبطة كده وتقدمها للسيد كامل الوزير، وكأن البلد ما فيهاش غير كامل الوزير ماسك 5 حقائب وزارية بما فيهم نائب رئيس مجلس الوزراء. تشكيل الوزاري الجديد ده يقول لك ان تقريبا احنا داخلين على فترة مش لطيفة، تقريبا ما فيش امل في الحكومة ولا في رئيس الحكومة، لان لو كان نافع كان نفع الكام سنة اللي فاتوا، لكن ادينا صابرين ومستنيين وعود ضخمة واحلام وردية، وقال لك ملف اقتصادي وملف اصلاحي وبنى تحتية. هنشوف الجواب هيبان من عنوانه ولا هيخيبوا ظننا فيهم ويعملوا حاجة لاجل خاطر المواطن.